دلوقتي جه ميعادنا مع جولتنا الرياضيه محليا وعالميا. فريق انبي حقق الفوز على فريق البنك الاهلي بنتيجه 5-1 في مباراه لجامعتهم على استاد القاهره ضمن منافسات الجوله 21 من عمر مسابقه الدوري المصري. بالفوز ده ارتفع رصيد انبي الى 32 نقطه في المركز الرابع، بينما توقف رصيد البنك الاهلي عند المركز ال 15. فريق سموحة حقق الفوز على زمالك بنتيجة 1-0 في المباراة لجامعتهم على استاد برج العرب ضمن مباريات الجولة 21 من مسابقة الدوري الممتاز. بالنتيجة دي ارتفع رصيد سموحة لنقطة 31 في المركز السادس، وتجمد رصيد الزمالك عند نقطة 24 في المركز الثاني عشر. عمر العربي لاعب منتخب مصر للجمباز الفني حقق المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات الفردي ببطولة إفريقيا بالمغرب، وحسم تذكرة التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، في حين فاز محمد منتصر عفيفي بالمركز الثاني والميدالية الفضية. عمر الأماطي لاعب نادي المعادي واليخت المصري والمنتخب الوطني للتجديف، حقق المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة ليدو فيليبي الدولية للتجديف الشاطئي واللي بتقام بإيطاليا. وللدوري الإنجليزي، فحقق فريق ليفربول الإنجليزي فاز على فريق توتنهام بنتيجة 4-2 في المباراة اللي أقيمت بينهم على ملعب أنفيلد ضمن مباريات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز. بيحتل ليفربول المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة برصيد 78 نقطة، في المقابل بيحتل توتنهام المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة. الدولي المصري محمد صلاح اختير افضل لاعب في مباراه ليفربول ضد توتنهام واللي انتهت بفوز الريدز 4-2 على ملعب انفيلد. فريق تشيلسي الانجليزي حقق الفوز على ويست هام يونايتد بالنتيجه 5-0 في المباراه اللي اقيمت بينهم امبارح على ملعب ستانفورد بريدج ضمن منافسات الجوله 36 من الدوري الانجليزي الممتاز، وبيحتل تشيلسي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي برصيد 54 نقطه، بينما يتواجد فريق ويست هام في المركز التاسع برصيد 49 نقطه. وبكده انتهت جولتنا الرياضيه.